بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى سرعة المتحرك وهذه الوضعية التعلمية مدرجة في ميدان الظواهر الميكانيكية للسنة الثانية من التعليم المتوسط، وقد عالجناها في حلقة أخرى فهي موجودة على القناة، يعني الدرس مشروح، لكن أردنا أن نتناولها من جديد وبصيغة مغايرة للصيغة السابقة لعلها تنفع البعض الآخر. إذن فالوضعية كما ذكرنا التعلمية تتمثل في سرعة المتحرك، وانطلقنا فيها من هذه الوضعية الجزئية. إذن الوضعية الجزئية الأولى تنص على ما يلي، تقول: انطلق دراج من موضع A إلى موضع B على مسلك مستقيم قاطعا مسافة قدرها 120 كيلومتر مستغرقا زمنا قدره 2 ساعة. إذن هذه هي الوضعية، هذا نصها، هذا سياقها، هذه سنداتها. فما هي التعليمة أو المهام المطلوبة فيها؟ يقول: ما هي الحالة الحركية للدراج خلال هذه المدة الزمنية؟ علل إجابتك. المطلب الثاني: ما نوع حركته، يعني ما نوع حركة الدراج في هذه الحالة، أيضا مع التعليل. والمهمة الثالثة: جد المسافة التي قطعها الدراج خلال الساعة الواحدة. ورابعا: كيف يسمى هذا المقدار؟ عرفه أو أعطي مفهوما له، ثم صيغه في علاقة رياضية. وأخيرا: عبر عن هذا المقدار بالمتر على الثانية. إذن فالسؤالين الأول والثاني هما توطئة أو تمهيد، بمعنى قد تطرقنا إليهما في الدرس الذي يسبق مفهوم السرعة أو سرعة المتحرك. فلما يقول: ما هي الحالة الحركية للدراج خلال هذه المدة الزمنية؟ علل. لاحظ أن السؤال مفتوح نوعا ما، يعني لم يحدد لنا ما هو المرجع الذي نتخذه للمقارنة. هو فعلا أعطانا أن المتحرك ينطلق من A إلى B، لكن في السؤال قال: ما هي الحالة الحركية للدراج، دون أن يحدد النسبية إلى من. إذن هنا سيكون السؤال مفتوحا ويحتمل أكثر من جواب، يعني إجابتين. يستطيع المجيب أن يقول أن الدراج متحرك بالنسبة للنقطتين A و B خلال هذه المدة الزمنية. علل: لأنه يغير موضعه بالنسبة إليهما بمرور الزمن، يعني يغير موضعه من A إلى B لكل منهما بطبيعة الحال. ويستطيع أن يجيب المتعلم أو الذي سئل في هذا الموضوع أن يجيب بطريقة أخرى، يقول لنا بأن المتحرك خلال أو الدراج خلال هذه المدة الزمنية، خلال هاتين الساعتين، هو ساكن بالنسبة لدراجته. انظر الآن، يعني أخذنا مرجعا غير المرجع الأول، فهو ساكن بالنسبة لدراجته. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: ما نوع حركته في هذه الحالة؟ يعني ما دام اخترنا المرجع هو الطريق أو هو النقطة A أو النقطة B، فقلنا بأن الدراج هو متحرك، ما نوع حركته؟ علل. إذن فالمتحرك تحرك حركة انسحابية مستقيمة. أولا، لماذا انسحابية؟ لأن أي نقطة من نقاط الجملة، سواء الدراج ودراجته، إلا وتحرك على مسار مستقيم، وهذه المسارات كلها متماثلة، يعني النقاط من الجملة تحركت كلها بنفس الكيفية في نفس الاتجاه. لماذا قلنا هي مستقيمة، انسحابية مستقيمة؟ لأن الوضعية في سندها تقول بأنه تحرك على مسلك مستقيم، أي طريق مستقيم. نمر الآن إلى المطلب الثالث الذي هو من صميم
الموضوع الذي نريد معالجته. جد المسافة التي قطعها الدراج خلال الساعة الواحدة. إذن فالدراج قلنا فالدراج قطع مسافة قدرها 120 كيلومتر، 120 كيلومتر في ظرف زمني قدره 2 ساعة. هو يطلب منا أن نجد المسافة المقطوعة خلال الساعة الواحدة، بمعنى بسيط جدا سنقوم بقسمة المسافة الإجمالية على الزمن الإجمالي. إذن لما نقسم المسافة الإجمالية المقطوعة على الزمن المستغرق نجد 60 كيلومتر في الساعة. قال كيف يسمى هذا المقدار؟ يعني هذا الذي قمنا بحسابه هو مقدار فيزيائي جديد، هذا هو الذي يطلق عليه مفهوم السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة عرفه الآن، نصيغ مفهومه انطلاقا من العمل الذي قمنا به. إذن فالسرعة المتوسطة ما هي إلا المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن صيغه في علاقتنا الرياضية، يعني نعطيه علاقة رياضية. العلاقة الرياضية نستخرجها من المفهوم الذي قلناه أو من العملية التي قمنا بها. إذن فعلاقة السرعة المتوسطة هي Vm، السرعة المتوسطة تساوي D على T. يعني لاحظ المفهوم ولاحظ العلاقة. مفهوم السرعة هي المسافة التي يقطعها المتحرك خلال وحدة الزمن. مفهوم السرعة، السرعة المتوسطة Vm هي المسافة المقطوعة دي على الزمن، على وحدة الزمن. إذن فأنت حينما تقسم على الكم الزمني فأنت تريد أن تختار وحدة للزمن. ثم نمر إلى ما هي وحدات القياس. وحدات القياس تستنبط أو تستخرج من العملية التي اتبعناها. إذا كانت المسافة المقطوعة بالكيلومتر والزمن بالساعة، فإن وحدة قياس السرعة المتوسطة هي الكيلومتر على الساعة. إذا عبرنا عن المسافة المقطوعة بالمتر والزمن بالثانية، فإن الوحدة هي المتر على الثانية. إذن هذا بالنسبة للمفهوم والعلاقة ووحدة قياس السرعة. وهذا هو المطلوب منا تعلمه، أو المطلوب من التلميذ أن يتعلمه في هذه المحطة أو في هذه المرحلة. يتعرف على مفهوم السرعة، ما هو، ما هي العلاقة التي يحسب بها السرعة المتوسطة، وما هي وحدة قياس السرعة. يبقى لنا أمر هو التحويل من وحدة إلى أخرى. مثلا كانت لدينا السرعة التي وجدناها كانت تساوي 60 كيلومتر في الساعة، كم تساوي من متر في الثانية؟ هنا الأمر بسيط جدا، تقوم بتحويل المسافة التي وجدتها بالمتر و الزمن من الساعة إلى الثانية وتقسم بشكل عادي. يعني وجدنا 60 كيلومتر على الساعة، إذن 60 كيلومتر نضربها في 1000 تعطينا 60000 متر، ونحول الساعة أو نحول الزمن من الساعة 1 ساعة إلى الثانية نضربها في 3600، بمعنى سنقسم 60000 متر على 3600 ثانية، سنجد الحاصل هو 17 متر خلال الثانية. يعني إذا قلنا أن المتحرك تحرك بسرعة قدرها 60 كيلومتر في الساعة أو 17 متر في الثانية فنفس المعنى، كأن تقول أن هناك شخص يقرأ 60 حزبا في الشهر، فكم يقرأ في اليوم؟ بسيطة، أن 60 حزب نقسمه على 30 يوم نجد المعدل أنه يقرأ حزبين في اليوم. يعني هكذا في مسألة التحويل، حولنا من السرعة المتوسطة من الكيلومتر على الساعة إلى المتر على الثانية. نمر إلى الوضعية التقويمية من خلال هذه التمارين المقترحة في الكتاب. أختبر معارفي، أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد. الجسم الساكن هو الذي له سرعة معدومة في كل المراجع. هذه العبارة غير صحيحة. قلنا أن السكون والحركة أو الحركة والسكون هما مفهومان نسبيا، بمعنى قد يكون الجسم ساكنا بالنسبة لمرجع وهو متحرك بالنسبة لمرجع آخر، وبالتالي فالجواب سيكون من هنا. السرعة ليست معدومة للجسم الساكن في كل المراجع، معدومة بالنسبة لمرجع معين.
ب الجسم الذي له أكبر سرعة هو الجسم الذي يقطع مسافة أقل في نفس الفترة الزمنية. لاحظ جيدا، الجسم الذي له أكبر سرعة هو الجسم الذي يقطع مسافة أقل في نفس الفترة الزمنية. أرى أن العكس هو الصحيح، إذن فالجسم الذي له أكبر سرعة هو الجسم الذي يقطع مسافة أكبر في نفس الفترة الزمنية. يعني جسم يقطع مسافة 100 كيلومتر في الساعة وجسم يقطع مسافة 120 كيلومتر في الساعة، أيهما أسرع؟ أكيد الذي يقطع مسافة أكبر خلال نفس الفترة الزمنية. الوضعية الثانية يقول تتعلق سرعة الجسم ألف بالمسافة التي يقطعها الجسم فقط، ب بالزمن الذي تستغرق الحركة فقط، جيم بالمسافة المقطوعة والزمن المستغرق معا. يعني هذه لا تحتاج إلى كثير من التفكير، فالسرعة هي مقدار فيزيائي يتعلق بمقدارين آخرين، بمقدارين فيزيائيين متلازمين هما المسافة والزمن. بمعنى الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم، سرعة الجسم تتعلق بالمسافة المقطوعة والزمن المستغرق معا. نمر إلى الوضعية الثالثة، أي التمرين الثالث، أكمل الفراغ في الجمل التالية. نتعرف على سرعات الأجسام أو سرعة الجسم من خلال المسافة التي يقطعها والزمن الذي يستغرقه. هذه هي العبارات التي نحتاجها لملء الفراغات. ب يستعمل سائق سيارة دواسة البنزين. يعني لماذا يستعمل دواسة البنزين؟ لأي غرض؟ لكي يضاعف السرعة أم لكي ينقصها؟ لا شك أننا كلما ضغطنا على دواسة البنزين كلما زادت سرعة المركبة. إذن فدواسة البنزين تستعمل لكي نضاعف السرعة، ودواسة الفرامل أو المكابح تستعمل لكي نخفض أو نقلل من السرعة. نمر إلى الوضعية الموالية، وحدة السرعة في الجملة الدولية هي الكيلومتر على الدقيقة أم الكيلومتر على الساعة أم المتر على الثانية. إذن فالخيار ألف مستبعد، نستعمل إما الكيلومتر على الساعة أو المتر على الثانية. الوحدة التي تليها، ما معنى التصوير المتعاقب لحركة جسم؟ التصوير المتعاقب لحركة جسم هو التصوير المتتابع أو المتتالي مع شرط خلال أزمنة متساوية. إذن فالأزمنة التي يتم فيها التقاط الصورة تكون متساوية، يعني زمن ثابت. إذن هذا بالنسبة لمفهوم التصوير المتعاقب. جيم تكون الحركة مستقيمة منتظمة إذا كانت ألف سرعتها ثابتة، أم باء مسارها مستقيم، أم جيم سرعتها ثابتة ومسارها مستقيم. إذن تكون الحركة مستقيمة منتظمة إذا كانت سرعتها ثابتة، مع أن هذا السؤال أرى بأننا قدمناه يعني ليس في موقعه، لا نستطيع أن نجيب عنه الآن إلا من خلال دراسة الجزء الثاني. إذن نتركه لكي نعلق عليه فيما يأتي بعد الجزء الثاني من الموضوع. إذن يقول تعطى عبارة السؤال الثامن، تعطى عبارة السرعة المتوسطة بالعلاقة التالية. هو أعطانا مجموعة من العلاقات، أربع علاقات، في هذه الأربعة توجد علاقة واحدة فقط صحيحة. V تساوي الخيار A، V تساوي D على T، B V تساوي D زائد T، وG V تساوي T في D، وD V تساوي T على D. إذن فلدينا ثلاث خيارات ليست كلها ليست صحيحة إلا الخيار الأول. إحنا قلنا أن السرعة المتوسطة ما هي إلا المسافة المقطوعة على الزمن المستغرق. إذن العبارة ألف هي الصحيحة، V تساوي D على T. نمر إلى الجزء الثاني من الموضوع، الوضعية الجزئية الثانية. يقول أعطى التصوير المتعاقب لسيارة تتحرك على طريق مستقيم المشاهد المبينة في الوثائق التالية، 1، 2، 3. إذن هذه الوثائق ثلاث، يعني سمينا الصف الأول هو الوثيقة 1، الصف الثاني هو الوثيقة 2، والصف الثالث هو الوثيقة 3. إذن قال أعطى التصوير المتعاقب، وقد أجبنا عنه في سؤال سابق. ماذا نعني بالتصوير المتعاقب؟ أي أن هذه اللقطات التقطت خلال أزمنة متتالية متساوية، ينبغي أن ننتبه لها.
أعطى لنا قلنا هذه المشاهد الثلاثة. التعليمة ماذا تقول؟ أولاً، ما معنى التصوير المتعاقب؟ اثنين، كيف هي سرعة السيارة في كل مشهد؟ ثلاثة، ما طبيعة حركة السيارة خلال كل مشهد؟ ثم كيف كانت الحركة الإجمالية للسيارة خلال فترة التصوير من بدايته إلى مشهده، من بدايته إلى نهايته، بمعنى المشاهد الثلاثة مع بعض. هنا ينبغي أن نعيد ما ذكرناه. قلنا التصوير المتعاقب هو التصوير الملتقط خلال أزمنة متتالية متساوية، بمعنى السيارة من هذا الموضع إلى هذا الموضع استغرقت زمن قدره تي، من هذا الموضع إلى هذا الموضع قدره تي، من الموضع الثالث إلى الموضع الرابع قدره تي، من الموضع الرابع إلى الخامس قدره تي، وهكذا في كل اللقطات. يقول كيف هي سرعة السيارة في كل مشهد، يعني كيف أعرف السرعة وأنا ليست لدي لا مسافة ولا زمن. إذن هنا بدلالة ديوتي نستطيع أن نتعرف على السرعة، لأننا درسنا في الجزء الأول أن السرعة المتوسطة V تساوي D على T، D على T، وقلت بدلالة ديوتي. هنا سنأخذ المسطرة ونقيس من الموضع الأول إلى الموضع الثاني نجد دي واحد، من الموضع اثنين إلى الموضع ثلاثة نجد دي اثنين، من ثلاثة إلى أربعة دي ثلاثة، من أربعة إلى خمسة دي أربعة. أقارن المسافات أرى بأن المسافات ليست متساوية، يعني السيارة تتقدم والمسافة تتزايد، لكن الزمن ثابت، الزمن نفسه. مثلا هنا واحد ثانية واحد ثانية واحد ثانية، إلا أن المسافة الأولى مترين في الثانية، في الدي اثنين 4 أمتار في الثانية، في الثالثة 8 أمتار في الثانية، في الرابعة 12 أو 16 متر في الثانية. إذن حينما تقسم ستجد أن الناتج للسرعة متزايد، 2 متر في الثانية، 4 متر في الثانية، 8 متر في الثانية، 16 متر في الثانية. إذن هنا تلاحظ بأن في الصورة في التصوير الأول السرعة متزايدة. نكرر نفس العمل مع المشهد الثاني، مع التصوير الثاني. أقيس المسافة من، يعني لاحظ أو أعبر عنه هنا بهذا السهم. إذن من العجلة ولا من مؤخرة السيارة إلى المؤخرة، ثم من المؤخرة إلى المؤخرة، نقيس المسافة. لا شك أننا سنلاحظ بأنها متساوية، يعني في هذا التصوير المسافات متساوية والزمان متساوي، لأنه تصوير متعاقب. بما أن المسافات متساوية والزمن متساوي، فعندما تقسم المسافة على الزمن ستجد الحاصل لا يتغير، أي أن السرعة لا تتغير. السرعة في هذا الموضع ما بين الموضعين هي نفسها، بين هذين الموضعين هي نفسها، وهكذا. إذن السرعة ثابتة. في التصوير الثالث نكرر نفس العمل، سنلاحظ العكس. بين الموضع الأول، يعني بين موضع العجلة الخلفية إلى موضع العجلة الخلفية، هناك مسافة كبيرة، ثم تصغر هذه المسافة وتصغر وتصغر خلال زمن ثابت تي واحد تي واحد تي واحد. إذن هنا حينما تقسم المسافة على الزمن ستجد السرعة تتناقص. إذن قال كيف هي سرعة السيارة في كل مشهد؟ في المشهد الأول السرعة متزايدة، في المشهد الثاني السرعة ثابتة، في المشهد الثالث السرعة متناقصة. يعني عندما حصلت على هذه المعطيات فماذا أقول عن طبيعة حركة السيارة خلال كل مشهد؟ إذن فطبيعة الحركة متعلقة بحالة السرعة، طبيعة الحركة متعلقة بحالة السرعة. إذن سيكون إجابتنا كذلك منظمة في هذا الجدول. حالة السرعة في المرحلة الأولى أو في التصوير الأول كانت متزايدة، فنقول طبيعة الحركة متسارعة. في المرحلة الثانية كانت السرعة ثابتة، فنقول الحركة منتظمة. في الحالة الثالثة رأينا أن السرعة متناقصة، فنقول أن الحركة متباطئة. إذا اعتبرنا المشاهد الثلاثة هي تصوير مجزأ لحركة واحدة، فما هو نوع أو ما هي ما هي المراحل التي مرت بها حركة السيارة؟ إذن ستلاحظ بأن السيارة في هذا التصوير من بدايته إلى نهايته
مرت بثلاث مراحل، مرحلة فيها السرعة متزايدة ونقول أن حركتها متسارعة، المرحلة الثانية بسرعة ثابتة ونقول أن حركتها منتظمة، وفي المرحلة الثالثة تناقصت السرعة ونقول أن الحركة متباطئة أو تباطأت الحركة. نمر إلى الوضعية التقويمية حول هذا الموضوع أو حول هذا الجزء. يقول أكمل الجمل التالية: ألف تكون الحركة منتظمة إذا كانت السرعة كيف؟ نرجع إلى الجدول. إذا كانت تكون الحركة منتظمة إذا كانت السرعة ثابتة. ب تكون الحركة متسارعة متى؟ عندما تكون السرعة متزايدة. جيم تكون الحركة متباطئة متى؟ إذا كانت سرعة المتحرك متناقصة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.